مرحبا برج القوس، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. عندك الين، هذا الكرت تكرر عند كذا برج قبلك. هذا كرت العطاء، كرت الأمومة، كرت الأنوثة، التقبل أيضا، لأن تشوف هني في الصورة حوض فيه نوع من الماء أو يفيض بالماء. ومع هاي الكارت عندك كارتين من التارو، ثلاثة الأغصان وسبعة السيوف، اللي دائما انتو تعرفونها انه كرت الحرامي او كرت الشخص اللي الحرامي في منتصف الليل اللي نسميه احنا مع بعض هني. شنو يعني لك هذا الخليط من الاوراق؟ بشكل عام خلال شهر صار في موقف معين في حياتك، اوكي، اعكس الطاقة باللي يناسب وضعك مع هذا الشخص، لان هني احس في شخص معين، اوكي، انت في سحب وشد معه. خلال هذا الشهر ممكن تكون انت اللي تحاول تتجنب، في طاقة تهرب، اوكي، في طاقة تهرب عندك، والشخص اللي قاعد يتهرب، اوكي، الطرف الثاني راح يتملل منه ويبتعد عنه. لما يبتدي يبتعد عنه او يعطيه ظهره، الطرف اللي قاعد يتهرب، اللي يحاول انه يتجنب انه يثبت شيء معين، انت قاعد تطالب شخص انه يثبت شيء معين او يعطيك نوع من الترقية، يعطيك نوع من شيء انت تنتظر من هذا الشخص انه يتعاون معك. لما تعطيه ظهرك بعدين راح يرجع، يصير في نوع من اعادة زيارة، اعادة ترجيع للعلاقة بينكم. انزين، لان انت شوي طاقتك صار عكس الابراج اللي قبل. كارت التنظيف او التخلص من الاشياء القديمه جاينك على تقريبا نهايه الشهر. هذا يحسسني ان انت بالعكس، انت راح تكون عكس الابراج اللي سبقتك، انت راح تتخلص من شخص او علاقه او موقف، ولكن هذا الشيء اللي تخلصت منه لم يتم اكتماله. لو كان مثلا جنين، لم يتم اكتمال الجنين، لم يتم اكتمال موقفهم معك، لم يتم خوض الحديث بشكل واضح بينكم. عشان كذي انت قلت لك تعطي هذا الموقف او الشخص ظهرك، وتقرر انك تمضي قدما. لما تمضي قدما راح يصير في اعادة زيارة للشيء اللي هذا الشخص يحاول انه يتجنب الحديث عنه. ممكن تكون انت يا برج القوس، عشان نكون صريحين، الطاقة تلعب على الجهتين، ممكن تكون عكسية. اوكي، ندخل بعمق في اول اسبوع. عندنا ثلاثة الاغصان، كرت الانتظار في طرف هني. شوف، كأنما في نوع من سوء التفاهم، لان الطرف الثاني عنده تقبل، او احس هني عنده طاقة اللي فاتح يده، فاتح قلبه، وحتى مستعد انه يسمع منك، او العكس، انت اللي فاتح قلبك. الطرف الثاني، او ممكن حتى تكون انت، هني في طرف ثاني هو اللي ينتظر الطرف الأول إنه يأخذ قرار أو يأخذ خطوة تجاهه. إنزين، ممكن أنت سألت مديرك في العمل، إذا كان بنعطي مثال للموقف، أنت سألت مديرك في العمل عن منصب معين أو ترقية معينة أو زيادة في الراتب. مديرك ما أعطاك جواب واضح في السابق، وبالعكس صارت عنده هني طاقة التهرب، طاقة الأمور كانت ماشية بينكم تمام، ولكن صار شيء معين، حديث معين، مطالبة من جهتك، خلت هذا الشخص يتصرف بتهرب. إذا كان مثلا فتحت معه موضوع زواج صار يتهرب، إذا فتحت معه أو سألته سؤال صريح صار يتهرب. هني صار في نوع من البعد بينكم، إحنا داخلين هني على نوع من البعد، موجودين مع بعض، في اتصال مع بعض، ولكن في بعد أيضا في نفس الوقت. في شخص يحاول انه يخلي العلاقة سطحية، لانه ما يبي اما انه يفتح الجراح القديمة، او ما يبي يرجع في نفس الدوامة القديمة، او ما يبي حتى يعطيك الشيء اللي انت قاعد تطالب فيه هني. وممكن انت بعد يا برج القوس، انت اللي قاعد تتهرب من ان تخوض حديث صعب مع شخص. انت اللي تقرر انت اي طرف من الموضوع. عندنا باي ذا بوك، تقدم الى الامام، تقدم إلى الأمام. عندنا هني مع هاي الكرت ملك النار، ملك الأغصان، وستة السيوف. خلال الشهر بالعكس راح يقل الاتصال بينكم،
راح يقل احتكاكك بهذا الشخص، لأن ستة السيوف بالعكس طاقة السيوف ممكن إنك تتعامل مع برج هوائي، دلو، ميزان، جوزاء، بالعكس خلال من أول إلى ثاني أسبوع يقل الاتصال بينك وبينه، يعني يصير من قليل إلى معدوم أو من قليل إلى أقل حتى. أنت هني أحسك راح تمر بنوع من الملل أو طاقة ما راح أنتظر أحد، لأن الملك ما يحب أنه ينتظر، ومستحيل يرضى أن أحد يحطه على قائمة الانتظار أو على الهولد في الاتصال. أوكي، فلأن ما سمعت خبر من هاي الطرف، قبول لمشروعك، قبول لعرضك في العمل، قبول لي أنت قدمت على وظيفة وما ردوا عليك، ممكن يلعب في أي سيناريو هذا الموقف. فأنت هني راح تأخذ القرار الصارم، راح تقرر مع نفسك. أوكي، أنت من الأبراج القليلة اللي يقدرون يسوون detachment. detachment هو الانفصال عن الموقف، تنفصل عن الموقف عاطفيا عقليا وتبتعد، عندك كرت الابتعاد. ايضا برج الدلو والابراج الهوائيه يقدرون يسوون ديتاتشمنت. انت برج ناري ولكن عندك هاي القدره ان تسوي ديتاتشمنت وتاخذ القرار بناء على الحقائق الموجوده عندك. احسك هني تمللت من الانتظار لهذا الشخص او للرد هني، فتقرر انك تبني قرارك على الحقائق الموجودة. الحقائق الموجودة ان هاي الاشخاص او هاي الشخص لحد الان وان كانت عندهم طيب نية، ولكن لحد الان ما اثبتوا طيب نيتهم بفعل واضح. فهني خلال الاسبوع تقرر انك منك ومن نفسك تمضي قدما بغض النظر عن موقفهم او قرارهم، او حتى اذا راح يوافقون او ما يوافقون على عرضك وعلى كلامك. سألت سؤال هني أو طالبت بشيء ما أتاك جواب في طاقة تهرب، وراح تقرر ما راح أنتظر أحد ولا راح أنتظر جواب من أحد، راح أمضي من حياتي. أوكي، أمضي سوري في حياتي. عندك هني الفيل، دائما أقول لكم الفيل مثل العربة، كرت برج السرطان دائما يعني التقدم إلى الأمام، راح تتقدم. شنو راح يصيدك خلال الأسبوع الثالث؟ عندنا clean it up، هاي اللي قلت لك شوي طاقة عكسية عن الأبراج اللي سبقتك. الأبراج اللي سبقتك مرحلة التنظيف أو التخلص من الأشياء القديمة قاعدة تصير عندهم في البداية. أوكي، ومعها أربعة الأغصان، كرت الأمور القريبة من قلبك، المحيط، محيطك القريب، هذا أصدقائك القريبين، أحبائك القريبين، مع الخماسي الأول. للأسف من ناحيتك أنت في شيء رح يعيق، اكتشاف ان في شيء من صوبك انت عاق تقدمك هني في هاي الموقف، او اخر، او ما اتى بالنتائج المرجوة في الوقت اللي انت كنت تبي. احس ان هني النتائج المرجوة راح تأتيك، ولكن بعد ما انت تمضي قدما مثل ما قلت لك، تاخذ القرار انه خلاص عقب ما قرر انك مثلا راح تدرس في المكان الفلاني او راح تذهب الى البلد الفلاني، بعدين تأتيك الموافقة بان تذهب للبلد الاول اللي اخترته، الخيار الاول يرد يرجع في حياتك، سواء كان شخص سواء كان خيار عملي في حياتك. هني في رسالتي لك خلال ثالث اسبوع من الشهر، اول شيء الاشخاص القريبين منك، ما اقول لك يسوونها بسوء نية، ولكن رفقاؤنا، الناس اللي نمضي معاهم أكثر وقت في العمل، في البيت، خارج البيت، في وقت الفراغ، وهم اللي لهم تأثير علينا. هذين الأشخاص تأثيرهم كان على حصولك على الموافقة سيء، أخروك. ما أقول لك تدخلوا بشكل مباشر، لا، ما عندهم هاي الطاقة، بس مثلا طاقتهم شلون، إن مثلا لو كانوا من النوع السلبي أو من النوع اللي دائما متشائم، وجودهم، قربك منهم، أوكي، دائما في حياتك كان يأخرك عن أنك تحصل على هذا الشيء، على هاي المكافأة، على هاي الأمنية. شلون مثلا؟ بعطيك مثال. أنت عندك زملائك في العمل، تمضي معاهم الكثير من الوقت، إمضائك الوقت تحول إلى نوع من الصداقة، تحول إلى نوع من تسافرون مع بعض، تشترون مع بعض، قوة العلاقة بينك وبين أشخاص. أنا عندنا هنا الخماسي الأول، صار في تقدم لعلاقة بينك وبين أشخاص، ولكن
مثلا زملائك في العمل اللي تقربت منهم وقويت معاهم علاقاتك، او ممكن حتى يكونون ناس من اهلك او صداقاتك. هذين الاشخاص بشكل غير مباشر، بشكل غير متعمد، لانك رافقتهم، كانوا مثلا يتكلمون بالسوء عن شخص انت تحبه، او يتكلمون بالسوء عن مديرك في العمل، يتكلمون بالسوء عن الشركة اللي انت تعمل فيها، فهني اثروا عليك بشكل غير مباشر. عرفت قصدي؟ شو يسمونها الاشخاص اللي انت مخلينهم محيطين او قريبين منك، هم اللي اخروك عن هاي الفرصة ترى. وإن كان الطرف الثاني أيضا من جانبه في نوع من التأخير، ولكن تعرف اللي مثلا المدير، لو كان هذا مدير في حياتك، مديرك في العمل، كان ممكن يكون أفضل من كذي معاك لو أنت ما سمعت كلام زملائك عنه، لو أنت ما تعاملت معاه. هني في طاقة الشبك اللي كلنا يد واحدة. أنت كنت ممكن ولحد الآن ممكن تستفيد أكثر لما ما تتعامل معاه أساساً أو اعتمادا على منظورهم بخصوص المدير، أو منظورهم بخصوص أنت لازم شنو تسوي. أحسك هني خلال ثالث أسبوع رح تكتشف أن في أشخاص أنت دائما كنت تسمع لهم، تتبع كلامهم، تثق في كلامهم، تثق في وجهة نظرهم، ولكن في هاي الموقف بخصوص هذا الشخص وجهة نظرهم كانت غلط. ممكن معاهم هذا الشخص يكون تصرفه سيء، ولكن مو شرط معاك أنت أيضا يكون تصرفه سيء. فهمت قصدي؟ بس لأن مثلا هذا الشخص رفض أنه يتزوج فلانة، مو معناته أنه أيضا رح يرفض أنه يتزوجك. رح يكون في نوع من التأخير لهاي الفرصة، لهاي الارتباط، لهاي الشراكة، ولكن أنت بعد التأخير اللي قاعد يصير من جانبك أنه محيط نفسك بأشخاص وجهة نظرهم قوية في الموضوع، أو قوية بخصوص هاي الشخص، قوية بخصوص أنه لا تنتقل هالمكان، هذا المكان مو زين، هذا المكان مو زين لهم أهما، لك أنت زين. فهمت قصدي؟ وجهة نظرهم أبدا ما تفيدك في الموضوع. ابتعادك عنهم، cleaning up، التخلص من القديم، ما أقول لك أنهي علاقتك معاهم، ما عندهم نية سيئة، ولكن لا تأخذ وجهة نظرهم تتبناها كوجهة نظرك أنت أيضا في الأشخاص وفي المواقف. عرفت؟ لما يقعدون معك يقول لك فلان مو زين، أو فلان عصبي، أو فلان ما راح يوافق عليك، أو هاي الدولة مستحيل يعطونك التأشيرة، أو هذا الشخص ما يستلطفك أساسا، فشلون راح يعطيك الترقية؟ وجهة نظرهم هي اللي قاعدة تأخرك عزيزي برج القوس. الأشخاص اللي وايد قراب منك، وإن كانوا يسوونه مثل ما قلت لك بطيب نية. آخر أسبوع من الشهر عندنا أنفنش سيمفوني، المعزوفة الغير مكتملة. في شيء غير مكتمل بالضبط. شنو قلت لك؟ أنت هني تمللت من الانتظار، قررت بنفسك أن تمضي قدما، تعطي ظهرك لهالموقف، لهالشخص، ولكن راح تضطر بسبب الظروف أو بسبب رجوع هذا الشخص أنه يعرض عليك الشيء اللي أنت كنت تبيه، أن ترد تفتح هذه الصفحة، ترد تفتح شيء أنت أوريدي قفلت عليه وحطيته في الرف بعيدا عنك، ترد تزور هذا المكان، هذا الموقف مرة ثانية، تتكلم عنه من بعد ما أنت بينك وبين نفسك صكيت الموضوع وأنهيته، أو غسلت يدك، لأن هنا عندنا الحوض، غسلت يدك من هذا الموقف، أو من أنه راح تحصل الشيء اللي تبيه، مصاحب به عشرة السيوف، نهاية لشيء معين، والسيفين. اللي أحسه راح يصير أن هذا الشخص أو هذه المؤسسة راح يأتون خلال نهاية، من نص إلى نهاية شهر أكتوبر، يعرضون عليك شيء أنت لطالما انتظرته، ولكن يمكن ردة فعلك هني راح تكون منقسمة ما بين قبول وما بين رفض، لأن قاعدة تقول بينك وبين نفسك هل يسوى أني أرجع وأقبل عرض مع شخص، مع شركة، مع ناس تأخروا هالكثر عشان يعطوني هذا العرض، لأن أنا ابتديت في مكان جديد الحين، هل يسوى أني أرد أفتح صناديق قديمة؟ كأنما هني قاعدة تفكر أنت بين يمين ويسار، بين قبول وبين إيجاب، بعضكم راح يقبل بعضكم ما راح يقبل، هذا الخيار بيدك عزيزي برج القوس. ولكن اللي أنا متأكدة هني منه في القراءة، أنه راح تضطر أن تنهي شيء معين عندك،
راح تضطر ان تسوي تغيير جذري في حياتك، سواء قررت ان تقبل العرض، تقبل الدعوة مرة ثانية، ترد تفتح معاهم الحديث، ترد تفتح. هني احس خلال نهاية الشهر رد ينفتح عندك باب للنقاش والمساومة. يعني مثلا لو انهيت عقدك مع هاي الشركة والحين رجعوا وعرضوا عليك عقد جديد، يا انك راح ترفضه بسرعة، يا ان بعضكم راح يفتحون يقبلون انه يردون يفتحون الموضوع مع هاي الشركة ويتناقشون في مثلا بنود العقد، او يتناقشون في امتيازات الوظيفة، يتناقشون في تفاصيل معينة، يكونون مستعدين. بعضكم راح يكونون ايه، بعضكم لا. هاي اللي احسها من الطاقة. بعضكم يقولون ما يستاهل الشيء اني ارجع ابتدي فيه من جديد، لان اوريدي بيني وبين نفسي في هني احس شخص من برج القوس راح يقول انا نفسيا كرهت هذا الشيء، كرهت هذا المكان لاني انتظرته كثيرا، مو لاني استثمرت فيه كثر ما انتظرته، الانتظار نفسه كرهني في هذا الشيء اللي تاخر عليه في البدايه. ولكن بعضكم لا، بعضكم راح يرد ينفتح هذا الباب وتاتي، لان هني عندنا بيضه. الفرصه هاي اللي تاخرت عليك وسببت لك نوع من الإحباط ممكن مع شخص قلت لك، ترد تنفتح من جديد كأنها صفحة بيضة، لأن تلاحظ هني الألوان معزوفة غير منتهية، صفحة بيضة من جديد. تكون أنت أيضا مستعد، لأن انتهى بينكم شيء، مستعد أنك ترجع من الصفر تبني مع هاي الأشخاص. أوكي عزيزي برج القوس، لكن راح أحس هني أن في النهاية القرار بيدك أنت، راح تنهي أما الموضوع من أساسه أو تكون مستعد إن ترد ترجع تبني فيه من جديد. وأسحب لك الحين كرت تبع الطاقة الحيوانية، الهيينة. بالضبط، الهيينة دائما يتكلم عن عنصرة ناري، وأنت عنصرك ناري، يعني أنت راح تكون في عنصرك هذا الشيء، وإن كان شوية الطاقة قلت لك عكسية، تنهي الشيء قبل ما يحين وقت انتهائه، او الشخص اللي انت تتعامل معاه انهى الشيء قبل ما يحين وقت انتهائه. الهيينة دائما تعرف اذا في بيئة الطبيعية دائما نسمع اصوات اللي تكون ساخرة او مضحكة. الرسالة لك هني، لان عنصره ناري وانت ناري، الضحكة الاخيرة في هاي الموقف، خصوصا اذا استهلكك وايد، الضحكة الاخيرة راح تكون لك انت، القرار النهائي هني لك انت، الضحكة الاخيرة، الانتصار النهائي انزين لك انت. ولو ان احس يمكن كان في اشخاص متشمتين فيك، ولكن انت اللي راح تضحك في الاخير. الهينة ايضا يرمز للاشياء الغير مكتملة، في عندنا شيء ما سويناه، او في شيء اضطرينا ننهيه قبل اوانه، اوكي مشروع، علاقة، نضطر بسبب الظروف، مو بس بسبب، ما احس هني رجوع الشخص بشكل مباشر هو اللي يسبب لك كذي، ولكن ترد الظروف تتهيئ وتتيسر بحيث ينفتح الموضوع مرة ثانية. ولكن مهما كان السيناريو وشلون راح يمشي، انت اللي راح تكون لك الانتصار والضحكة الأخيرة عزيزي برج القوس. هذه كانت